هي الساعة الثانية ليلا بعد منتصف الليل، سنرصد ونوثق واحدة من ليالي المعتصمين في ساحة الساعة القريبة من بناية المحافظة في قلب الديوانية. تقرب منهم وجالسهم ليبدأ بالحديث وهم يصغون باهتمام بالغ. أردنا أن نفهم ما يدور حقا، فوجدناه يوجه الشباب بالتحلي بالآداب العامة والحفاظ على السلمية، ويصر على أخذ حقهم من دون تأجيج أو تصعيد. اليوم احنا صار 4 ايام الحمد لله والشكر رحمه الله، يعني الشباب ده ضحي بدم، هذا من القهر سكر وضغط وانواع الامراض، ده تصير تفكير لين عقل ما راح يبعد. خلص جامعه زين، هذا ما يريد يتعين، شنو ذنبه؟ ذولا ولدنا زين، انا اذا ما امشي ورا ابني واسعده شلون اشجعه؟ اذا انا ما احضر شلون راح يحضر هذا المجتمع؟ كما صادفنا من وجدناه يشرح وبتفصيل وتوضيح دقيق كل بنود الدستور، حتى يدرك الشباب حجم حرمانهم من حقوقهم ويكون طرحهم قانوني وموثقا بأدلة حسب ما تحدث به قانونيون. بدينا على عاتقنا، أخذنا مهمة أنه نجتمع بالشباب ونوعيهم ونثقفهم حول موضوع الاحتجاج والاعتصام، وضرورة أن تكون سلمية، وأنه انتصار المطالب وانتصار الغاية من الاحتجاج أو الاعتصام ليس بالشغب وليس بالحرق وليس بتكسير الممتلكات العامة والخاصة، وإنما بالتظاهر والاعتصام بطريقة سلمية. التوعية الدستورية والتوعية القانونية مهمة جدا في ساحات التظاهر وفي ساحات الاعتصام، وأيضا هي رسالة للحكومة، يعني أنه اليوم المتظاهرين يعني أكو رجال قانون ورجال دستور ومختصين بالدستور ومختصين بالقانون متواجدين وياهم. الاستراحة كانت حاضرة لدى هؤلاء الشباب الذين بادروا إلى عرض قضاء وقت قصير معهم للترويح عن النفس، فلم نرفض مبادرتهم وجالسناهم بروح رياضية وودية. احنا بالنهار نشتغل، بالليل من يصير عندنا مجال نجي نسد فراغ اللي هنا المتظاهرين المعتصمين، فنبقى هنا يصير تقريبا ساعة بالخمسة ونص بالستة الصبح، نرجع ننام 3 ساعات 4 نشتغل، من يصير الليل نجي لهنا. احنا هنا معتصمين، صارنا اليوم الرابع مثل ما تعرف انت، يعرف نرجع منا نامنا ساعة ونطلع للشغل، الحل من الشغل كذلك نرجع للبيت نجيب غراض ويانا، نجيب شغلات تفيد الشباب هنا، ونبقى كذلك مستمرين على هاي الحالة. يعني تعرف انت الحل من الشغل بالأربعة عمالة تاخذ لك ساعتين تنام ترجع لهنا بنفس التعب. احنا اللي جهنا خو ما نجي على مود نسهل، وهاي احنا تعبانين خو نبقى عندنا هنا الارتاح، فاللي جهنا يعني حالنا حال الشباب. يعني انا الشباب لا نايم بالبيت واسمع الشباب هنا بهذا البرد ضميري ما يسمع. رصدنا ونحن نمضي أنا وزميلي المصور لنرى كل ما يدور في ساحة الاعتصام ليلا، لنرى من يقوم بالتنظيف وآخرون يتهيئون لعمل الصباح، ومنهم من يحبب إخوته بما فعله من وجبة خفيفة وسريعة. برودة الجو ليلا وفي ساعات متأخرة كان الحل لها بوجود من يعمل على توفير الأغطية والمنام الملائم للمعتصمين. مسؤوليتنا هنا مقسمين، اللي عليه الأكل واللي عليه مثلا الفراشات والبطانيات يعني موفرينها. احنا موجودين هنا على تنظيم الفراشات للمعتصمين، طبعا الناس ما قصرت، هو جابون دعم، قاموا متظاهرين يعني هو يجيب بطانيته ويا، اغلبهم جابوا يعني اللي يجيب بطانيته وفراشه وياه ويخليني هنا بالموكب، يقول انا يعني خلي يستفادون من المعتصمين. وتستمر لوحة التكاتف بين الجميع ليعلنوا بانهم مصرون على اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم. من الديوانية محمد حسن، قناة التغييرات.